ايه ده؟ هو في كده اصلا؟ انت عارفه ان ناريمان دي لو ما كانتش ماتت كان زمان كمال كتب لها كل ثروته، خصوصا كمان انها كانت هتجيب له ولد. طب تفتكري مين ممكن يكون قتلها لو مش كمال؟ مش عارفه، بس اكيد حد له مصلحه. انت عارفه ريماس دي صعبانه عليا قوي. لا يا اختي ما تصعبش عليكي، ريماس دي هتقوم من الازمه دي اقوى مما كانت، ومفيش حاجه بتهزها. سيبك بقى من الكلام ده، بقولك ايه، احنا هنعمل ايه في موضوع الشغل اللي بينا؟ لما تعرفي الاول الشروط اللي انا هحطها عشان اقبل انك تشتغلي معايا. يا سلام، كمان ليكي الشروط؟ يا بنتي انا اي حد يشتغل معايا يبقى هو الكسبان. طب يلا قولي بقى ايه هي الشروط. مش قادرة أصدق إن بابا ممكن يكون انتحر. قصدك إيه؟ قصدي إن لو كان في مصر كنت قلت إن حد قتله، لكن هنا مين هيعمل كده؟ أنت ساكتة ليه؟ ما تقولي أي حاجة. أنا خلاص حاسة إن دماغي وقفت، مش قادرة أفكر غير في حاجة واحدة بس، إن بابا خلاص ما بقاش موجود وسطينا. أنا مش عارفة هعيش إزاي من غيره. إحنا طول الوقت كنا سايبينه لوحده، مفيش مرة واحدة فينا فكرت إن هي تتقرب منه، كان كل تفكيرنا في نفسنا وبس. حتى لما جه هنا كان طول الوقت قاعد في أوضته لوحده، مفيش فينا حد فكر يطلع يقعد معاه، ياخده في حضنه يطبطب عليه في الظروف اللي هو فيها. كان كل همنا الخروج والفسح ونقعد في الشمس. فعلا بابا ما انتحرش، بابا فعلا اتقتل. احنا اللي قتلناه يا سما، احنا اللي قتلناه لما سبناه في الظروف اللي هو فيها دي. محدش فينا قرب منه ولا طبطب عليه. انا مش عارفه اسامح نفسي ازاي. تفتكري بابا ممكن يكون مات زعلان مننا؟ زعلان مننا؟ هو احنا امتى اصلا عملنا حاجة كان ممكن تفرحه؟ انا خايفة قوي. انا بقيت خايفة قوي اكتر منك. انا حاسة ان انا عايشة في كابوس، كابوس مش راضي يخلص. ده نفس احساسي يا ايمان. ديما، ديما انت عايز ايه؟ جاي ورايا لحد هنا تعمل ايه؟ انت جاي تشمت فيا يا رامز؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي هو لسانك المسحوب ده هيفضل شغال على طول كده؟ اشمت فيك ايه وزفت ايه؟ هو اصلا حصل حاجه؟ على فكره بقى احنا احسن عيله في الدنيا، وبابي ده احسن اب في الدنيا، ومامتي ست كويسة جدا على فكرة. ومش معنى انه بابي ما بقاش موجود اني ضعفت واني لوحدي. لا يا رامز، انا اقوى من الاول ومش هرجع عن اي حاجة انا عايز اعملها. ديما هو والدك توفى؟ يا سلام يا سلام، يعني انت ما تعرفش؟ يعني انت جاي تعمل فيها الطيب والشهم؟ انا بابايا كل الناس كانت بتحترمه وكانت بتقدره، وانا كمان كنت بحترمه وكنت بقدره. كان احسن واحد في الدنيا. لو سابنا ومشي يا رامز، لو سابنا ومشي. هو انت مش كنت عايز كده؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، انت مش كنت عايز كده. مش
كده يا بابا. طب اهدي يا ديب، انت ودعي له ان ربنا يسامحه ويغفر له. اهدي اهدي بقى، صلي على النبي. اهدي اهدي اهدي، معلش انا قلقت عليكي، انت كويسه؟ مش عارفه يا سامي، مش عارفه، سامع حالتها وحشه قوي، تعبانه قوي. تحب اخدها وانزل مصر؟ لا لا. انت ساكته ليه؟ قولي. هنعمل ايه؟ ولا حاجه، احنا زينا زي غيرنا بالظبط. اصل انا حسيت كده والظابط بيتكلم معايا انه زي ما يكون شاكك في حاجه. لا، الاسئله اللي كان بيسال فيها طبيعيه جدا، واللي حصل برضه طبيعي جدا. كمال بيه انتحر، اللي يقتل واحده كان ماشي معاها لمجرد انها كانت حامل منه يبقى شخص مش طبيعي وحصل له خلل عقلي. كمال بيه كان لازم يعمل كده، عقله راح بعد اللي حصل ولا ايه؟ كده. انا عايزك تهدي خالص، تروحي دلوقتي تقعدي وسط البنات وبشكل طبيعي جدا وتعيشي الحاله. حاضر. يلا حبيبتي، يلا يلا يا قلبي، يلا 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 يلا. يا قلبي الصدمه شديده عليها قوي. مالك يا ديما، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مفيش حاجه حصلت، هي ان شاء الله هتبقى كويسه. هو بس واضح يعني ان اعصابها تعبانه شويه من خبر وفاه باباكم. مين حضرتك؟ انا اسمي رمز. سامة، خليكي مع اختك، هديها من فضلك دقيقه واحده. طيب انا هستاذنكم ان شاء الله نطمن عليها. سلامتك يا ديما. ديما، انا عايزك تهدي شويه كده وترتاحي وان شاء الله هتبقي كويسه. انا هخلص شويه شغل وابقى اطمن عليكي. ديما، انا عارفه انك تعبان، كلنا كمان تعبانين واعصابنا تعبان، بس معلش هنعمل ايه؟ ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه، عشان خاطري اهدي، عشان خاطري. هو ايه اللي حصل؟ والله يا فندم انا لقيتها قاعده لوحدها وحالتها كانت وحشه قوي. الله يكون في عونها. موقف شديد قوي عليك. بقدر الله يا فندم. ونعم بالله. لو حضرتك احتجت اي حاجه في اي وقت انا تحت امرك. الرقم بتاعي مع انسه ديما. شكرا جدا. شكرا يا فندم. انا اذنك يا فندم. مع السلامه. يبقى سهلا. البقاء لله. ميرسي. بعد اذنك. اتفضل. رؤوف، ايوه، عايزك تتابع الاجراءات وتعرف امتى استلم الجثه عشان عايزه ارجع القاهره. حاضر. ديما تعبانه قوي. هي فين؟ في اوضتها. عشان خاطري اهدي، كل حاجه هتبقى كويسه. عامله ايه ديما؟ سيبني اروح، انا هقعد معاها شويه. بعدين خليكي جامده مال، انا مقدره اللي انتي فيه يا حبيبتي، عارفه قد ايه انتي موجوعه. طبعا لحنتي ده كارثه، مصيبه علينا كلنا. بص حبيبتي، اللي حصل ما نقدرش نغيره، حصل خلاص،
انت طول عمرك اقوى واحده في اخواتك، اجمدي كده امال. عشاني انا كمان، انا محتاجك وكلكوا حواليا. سامعيني حبيبتي، انا جنبك. جمال ما تخافيش، انا جنبك. حاولي ترتاحي شويه، لو عايزه اي حاجه كلميني هجيلك على طول. ما تخافيش ما تخافيش. عايزك تاخد البنات وترجع بيهم القاهرة، دي محلتها وحشة قوي. أسيبك لوحدك؟ معايا رؤوف. أنا مش ممكن أسيبك لوحدك في موقف زي ده، والقلق باين عليكي كده. ما تقلقش عليا، وبعدين مش أنت قلت لي إن كل حاجة ماشية زي ما إحنا عاوزين؟ كل حاجة زي الفل. رؤوف ياخد البنات وأنا هفضل هنا معاكي. لا لا، مش هينفع خالص. يعني مش هينفع؟ اسمحي لي يعني من غير ما تزعلي، رؤوف ده مش هيبقى زيي. اكيد طبعا انا عارفه، بس انت لازم تفضل بعيد. انت خايفه عليا؟ انا مش عايزك تقلقي خالص. انا مستحيل اقبل اي حاجه وحشه تحصل لك. انا عندي استعداد ابيع اي حد علشان تبقي مبسوطه ومطمنه. عارفه يا سامي، بس انا زعلانه قوي على البنات، حالتهم وحشه قوي. بقول يمكن لما يرجعوا القاهره ويبعدوا عن المكان الكئيب ده عصبهم تهدى ويبقوا أحسن. أنا مش عايزك تخافي ولا تقلقي طول ما أنا جنبك. بصي، أنا هروح أشوفهم. اشربي أنت القهوة دي. أنا مش قادرة أقعد في المكان ده ولا ثانية. لو عايزة تسافري أنا ممكن أقول لماما. سما، أنا عايزة أسألك سؤال مش قادرة أشيله من دماغي. ولا أنا مصدق. بابا مستحيل يكون موت نفسه. هو ممكن يزعل مننا، يكتئب شوية، يقعد لوحده، إنما يموت نفسه مستحيل. أنا خلاص ما بقتش أفكر ومش عارفة أفكر. حاسة إن عقلي كله مش عارف يستوعب كل اللي حصل. سما، بابا كان كويس قوي. هو كان زعلان لما كنت بكلمه آخر فترة، بس هو كان مستحيل يفكر إنه يموت نفسه، مستحيل. أنا كمان بقول كده. أنا بجد مش قادرة، الصداع هيموتني، دماغي هتنفجر، تعبت قوي. أنا لازم أقوم. هتسيبيني لوحدي؟ مش قادرة، لازم أخد أي مسكن. أنا بجد خلاص، يعني هموت لو ما خدتش مسكن. متأكد ألاقيك هنا. كلمتك في الأوضة ما ردتيش عليا. ليه؟ كنت بتكلم مع ريماس هانم من شوية. خير؟ عايزاني أخدكم وأنزل مصر. أنا مش هنزل مصر وأسيبها لوحدها. وبعدين أنا هفضل هنا لغاية ما كل إجراءات تخلص. طيب ممكن تسمعيني؟ مش هسمع، لأني مش هغير رأيي. والدتك عندها حق، لازم تنزلوا مصر. أنت شايفة ديما واللي حصل لها وإيمان منهارة. لو فضلوا قاعدين هنا اللي حصل هيفضل قدامهم، هيبقى شيء صعب قوي.
سامع، انا قلت اكلمك انت علشان انت الوحيده اللي هتفهميني. انا ما رضيتش اتكلم مع ديما، تعرف انها واخده موقف مني وايمان منهاره، مش هتمشي غير مع ريماس هانم. برضو مش هقدر اسيب ماما لوحدها. قعدتك هنا لا هتاخر ولا هتقدم، لازم حد موجود في مصر. خلاص خد ديما وايمان وانزل. انت اختهم الكبيره ما ينفعش، لازم تبقى موجوده معاهم. طيب هشوف. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه، انت عارفه ريماس يعني متحكمتها، مش هتستحمل اي حد يرفض لها اي طلب. دلوقتي هي مرتبه كل حاجه، وتاكدي انا مش هسيبها غير لما اكون مطمن عليها. صدقيني سما، انا مش مجرد سكرتير في الشركه، انا معاكم بقالي زمان قوي، وانت بالنسبه لي مهمه قوي. صدقيني اكيد هتصدقيني. البقاء لله. بقاء لله وحده ونعم بالله. تفضل يا استاذ سامي. انا متشكر، انا هسيبكم تستريحوا، لو قصت اي حاجه انا تحت امرك. متشكر قوي تعبناك معانا. بلاش تقول الكلمه دي ازعل منك، انا بعتبر نفسي واحد من العيله، لو قصت اي حاجه انت واخواتك انا تحت امرك. اوعي تترددي لحظه واحده ان انت تكلميني في التليفون لو قصت اي حاجه. ميرسي قوي. تطلعي تستريح شوية؟ مش عايزة أنام. أصلا مش عارفة إزاي هقدر أعيش في البيت ده بعد كده. طب يلا تعالي معايا، تعالي اطلعي معايا. هو كان بيكرهني يا سما صح؟ ليه بتقولي كده يا ديما؟ عشان أنا كنت بضايق، كنت بعمل كل حاجة تزعله، كنت بقصد أضايقه، سواء في واحد حياته تهون عليه عشان ينهيها بالشكل ده. بابي هو اللي قتل الست دي. ما تقوليش كده يا ديما. لا هقول كده، هقول كده. عارفة ليه؟ عشان هو لو ما كانش حاسس بالذنب، لو ما كانش حاسس انه عمل جريمة كبيرة في حق نفسه وفي حقنا، ما كانش عمل كده. بابا كان يعرف الست دي، كانت حامل منه، عشان كده طول الوقت صورتها وصورة ابنه عمرها ما فرقت خياله. ما كانش قادر يعيش لحد ما انتحر، بس هو ليه ما خدش باله بقى ان احنا محتاجينه؟ ليه ما فكرش ان احنا كمان عايزينه معانا؟ مهما كان اللي حصل ما بيننا، احنا برضه محتاجين. يعني هو كان حاسس نفسه بعيد عننا، كان شايف ان احنا بعيد عنه، كان حاسس نفسه لوحده، ولا خاف الحقيقه تبان ويبقى شكله وحش قدامنا. كفايه بقى يا ديما، كفايه كفايه بقى.
بتتكلمي عن ايه؟ قولي انك انا احسن اب في الدنيا، انت فاهمه؟ يا امي عارفه انت عارفه هو محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج انك تترحمي عليه، تطلبي من ربنا انه يغفر له. اقول لك اتصدقي على روحه، هو ده اللي هينفعه دلوقتي. انا بس مش قادره اصدق ان هو خلاص ما بقاش موجود في الدنيا دي معانا. الدنيا، شفتي انت قلتي ايه؟ الدنيا، هو في حاجه في الدنيا دي يتبكي عليها؟ الدنيا تعب وشقة. هو صدقيني راح للي خلقه، اللي أحن وأرحم عليه من أي حد. وكمان الطريقة اللي مات بيها أنا. أمي ما تفكريش عشان خاطري، عشان خاطري ما تفكريش. في واحد تحت عايز يقابل أنسة إيمان، اسمه أستاذ يوسف. قولي له نازلة. أنا مش قادرة أقابل حد، مش عايزة أقابل حد. لا، أنتِ لازم تنزلي وتقابليه وتشوفي هو عاوز إيه، مش يمكن جاي يعزيكي؟ يلا، يلا حبيبتي عشان خاطري. ماشي حاضر يا ليلى. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ريماس هانم موجودة؟ لا مش موجودة. طب أستاذ سامي موجود؟ اه يا فندم موجود اهو. أستاذ سامي أنا آسفة جدا، أنا قريت الخبر في الجرايد وقلت لازم أجي أعزي. أنا بشكرك بس ريماس هانم مش موجودة دلوقتي. طب خلاص أبقى أجيلها وقت تاني. هي جاية بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. بقول لحضرتك إيه؟ هو إحنا ممكن نقعد نتكلم شوية لوحدينا؟ أيوة طبعا تحت أمرك، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ميرسي. اتفضل. ميرسي. وريماس هانم عامله ايه دلوقتي؟ الحقيقه هي تعبانه جدا. ربنا يكون في عونها، اللي هي فيه ده مش سهل ابدا. ربنا ما يوري حد اللي هي فيه. انا تحت امرك. انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع وعارفه انه مش وقته خالص. لا خالص، تحت امرك. انا كل اذان صاغيه. أنا جيت وقابلت مدام ريماس عشان أفتح معاها شغل، والحقيقة أنا عندي مشكلة كبيرة جدا وما قلتلهاش عليها. أنا عندي شركة برا مصر وتعرضت لخسارة بسبب الأزمة المالية، فلميت كل اللي معايا وجيت على هنا، قلت يعني ممكن من خلال علاقاتي أقف على رجلي من تاني. طبعا أنا ما قلتش الكلام ده لأي حد عشان محدش يتهرب مني أو يخاف إنه يتعامل معايا، بس مش عارفة ليه حسيت إن أنا عايزة أقولك الكلام ده. حسيت يعني انك ممكن تقف جنبي وتساعدني، خصوصا ان دليلة قالت لي انك انسان كويس وانك جدع وان ريماس هانم بتثق فيك وانك ممكن تأثر عليها، ده غير يعني انك كمان بتدير الشركة. طبعا انت ممكن تقول عليا ان انا انتهازية وتبص لي بصة مش كويسة بعد الكلام اللي انا بقوله ده. اطلاقا يا فندم، بس انا اسف مش قادر اكلمها في اي حاجة الايام دي. اي نعم هي بتثق فيا ثقة عمياء، لكن ما ينفعش لها كلام مش مدروس ومش مترتب. ومين قال كده بس؟ خلاص يبقى نأجل الكلام في الموضوع ده لبعدين. انا اسفه ان انا خدت من وقتك وعطلت. لا بالعكس، انت تشرفي في اي وقت. انستك شرفتي. ميرسي. اتفضلي. قال لله يا مان. ونعمة بالله. ميرسي يا يوسف. أنا كنت عايز أجيلك هناك والله بس فعلا معرفتش. إيمان أنا عارف إن الكلام ده متعايد وأنت أكيد سمعتيه مليون مرة قبل كده، بس أنا مش محتاجة أقول لك إن أنا بجد جنبك ولو عوزتي أي حاجة في الدنيا أنا موجود. ربنا يخليك. أنا عارف اللي أنا هقوله لك ده ممكن ما يكونش وقته، بس أنا كان في طلب كنت عايز أطلبه منك.
مش عايزك تسيبي اللي حصل ده يكسرك يا امين. انا متاكد انت كنت بتحبي باباكي قد ايه، ومتاكد غلاوته عندك، وبرضه متاكد ان هو لو كان موجود دلوقتي حالا كان هيقول لك نفس الكلام ده. ما تسيبيش اللي حصل يكسرك. بس يا امين، انا قريت عن اللي حصل في الجرايد، في تفاصيل ممكن اكون مش عارفها، بس انا عارف ان كل واحد فينا لما بيعمل حاجه بيبقى ليه اسبابه. ساعات الحاجات اللي بتحصل دي ما بتبقاش مناسبه لينا، بس ما ينفعش نقعد نفكر في كل تفصيله حصلت ليه وعشان ايه، يا الا عمرنا ما هنقوم وهنسيب الدنيا تكسرنا. وانا متاكد ان هو ما كانش عايز يحصل لك كده. لو سمحت يا يوسف، انا مش قادره اسمع حاجه. معلش، زي ما كنت بقول لك انا عارف انه مش وقته، بس ايمان انا لما شفتك اتخضيت. انا مش عايزك تتكسري، مش عايزك تسيبي نفسك للي بيحصل ده كله. لازم تقومي، لازم تكملي. وانا بقول لك انا متاكد ان هو لو كان موجود كان هيقول لك نفس الكلام. انا مش فاهمه انت عايز تقول ايه. ايمان صدقيني احنا في نفس المركب، وانا اكتر بني ادم في الدنيا ممكن اكون فاهم انت حاسه بايه. يعني تفتكري انا لو كنت مثلا فكرت في ابويا وامي وسابوني ليه وايه اللي حصل وحصل ليه، كنت قمت على رجليا وبقيت في المكان اللي انا فيه دلوقتي؟ هو انت جاي هنا عشان تقول لي الكلمتين دول؟ انت شايف ان الوقت مناسب للكلام ده؟ انت بجد ما عندكش دم. انا اسف ان ده احساسك، انا ما كانش قصدي خالص ان انا ضايقك بالكلام ده، انا بس كنت بحاول اوصل لك ان ما ينفعش حاجه زي دي تكسرك، بحاول اوصل لك ان ابوك الله يرحمه لو كان موجود دلوقتي كان هيقول لك نفس الكلام، وما كانش هيبقى عايز يشوفك بالحاله دي ابدا. لو سمحت يا يوسف، انا بجد مش قادره اسمع حاجه. حاضر، بس ارجوكي حاولي تفكري في اللي انا قلته لك ده وتستوعبيه. صدقيني في يوم من الايام هتتاكدي ان انا كل كلمه بقولها لك النهارده بقولها لك عشان مصلحتك وعشان خايف عليكي مش اكتر. خش. نعم، كلمتني ليه؟ انت قلت ايه لسليم؟ ما قلتلهاش حاجه، اقول لها ايه يعني؟ اقعدي. افندم، دي جت المكتب وقعدت وقالت لي ان انا قريب قوي من الرماس. عرفت منين؟ انا اللي قلت لها، قلت لها ان انت شخص موثوق فيه وانك سكرتير رماس وانها ما تعرفش تخطي خطوه واحده من غيرك. فيها حاجه دي؟ سيلين دي عاوزه ايه؟ عاوزه تعمل بيزنس. دي عندها مشاكل. وايه يعني عندها مشاكل؟ ده انت ابو العريف كله، وانت يهمك برضو من المشاكل. وانتوا بقى حبايب من امتى؟ وعرفتها ازاي دي بقى؟ كنت اعرفها ايام ما كنت عايشه مع بهاء بره. عندها شركه سياحيه كبيره وعندها علاقات ومعارف كتير قوي، وعايزه تعمل بيزنس في مصر، وانا كمان عايزه اعمل معاها بيزنس. وانا ايه دخلي بالموضوع ده؟ لا ازاي بقى؟ ده انت ليك دخل ونص. هو كمال بيه مات منتحر ازاي؟ انا عمري ما فكرت ولا لحظه إن الراجل ده ممكن ينتحر. كنت قريت في الجرايد إن هو حس بالذنب إنه قتل حبيبته وابنه، بس أنا معلوماتي يعني إن الراجل ده متجوز الست دي على سنة الله ورسوله، واللي في بطنها ده ابنه، مش كده ولا إيه؟ دليلة وبعدين؟ ولا قبلين، كمال بيه مات الله يرحمه، وكل حاجة هتبقى في إيد مدام رماس، وكل حاجة هتيجي على حجرها، وطبعاً اللي في حجر رماس يعني في حجرك. أنا بقى كل اللي طالبه حتة قد كده اهو. إيه، عايزة تخش بنفر؟ جومانا كانت قالت لي إنكم هتعملوا شركة سوا، وإن في فلوس جايب اسمكم أنتوا الاتنين من بره. غسيل أموال يعني. وبعدين بقى؟ ولا قابلين يا حبيبي، أنا كنت قريبة منك قوي. ما تنساش إن أنا كنت خطيبتك في يوم من الأيام، وكان ممكن اكون مراتك اللي تعيش معاك على الحلوه والمره. بقول لك ايه؟ ما تجيبي من الاخر، انا فيهاش دماغ. لا، ده انا عايزه دماغك تبقى حاضره. طب وبهاء باشا؟ بهاء مسافر بره، وانا اللي هنا. هو بيصرف وبس، على قد اللي بياخده. ازاي تعملي في نفسك كده؟ جرى ايه يا روح امك؟
انت هتطيع عليا يالا ولا ايه؟ ده انا ممكن اقلب الليله دي كلها على دماغك واروح للبنات اللي قلبهم واكلهم على ابوهم واعرفهم ان ابوهم ما ماتش منتحر وانه لا يمكن ينتحر ولا قتل الست دي وان الست دي مراته على سنه الله ورسوله. بقول لك ايه يا حبيبي يا سمس، احنا طول عمرنا حبايب وصحاب وما ينفعش تاكل الاكله دي كلها لوحدك، لازم تاكلني منها برضو. لما تيجي ريماس هانم من السفر ابقى عرفني عشان عايزه اروح اعزيها. انت معاك رقمي؟ ها مش عايزه تخش بنفر، لا عايزه تخش بتسعه، يبقوا عشره يا بنت المشنوقه. ماشي. الإجراءات تقريبا كلها خلصت، ممكن نستلم القصة. تمام، ميرسي يا راوي. هتعملي ايه؟ في ايه؟ قصدي يعني هتعملي ايه بعد كده؟ مفيش أي حاجة في دماغي دلوقتي إلا البنات. تمام، ده اللي كنت عايز أسمعه منك. حاولي بقى تنسي اللي فات واللي حصل ده كأنه ما حصلش تماما. مش عايزك كمان تحسسي البنات ان باباهم كان سيء او انه عمل عملة صعبة او كان السبب في ان خلى نهايته بالطريقة السيئة دي. تفتكر يا رؤوف انا من نوع الستات اللي ممكن يقول لبناته كلام زي ده عن قربهم؟ ايوه كان طبعا، انا عقلي اكبر من كده بكتير، وزي ما قلت لك انا دلوقتي مفيش اي حاجه هماني الا الشركه والبنات. طمنتيني، ده اللي كنت عايز اسمعه. اطمن يا حبيبي، انا عارفه كويس انا بعمل ايه.